Hai teman-teman, hari ini tanggal 11 Ramadan adalah wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Yasmin akan melantunkan lagu pujian untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Namun sebelumnya, mari kita membaca Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. نتوسل بالحبابة والبتول المصطفابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول وعلى بشر جادت رحمة واستجادت وليالي الخير عادت وسكب ماء السحابة. وسكب ماء الصحابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة فعسى دعوة مجابة. مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل معلى ورؤوس الخير تملى للنسب والقرابة. رؤوس الخير تملى للنسب والقرابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة.